كنتمنى ان شاء الله هذه الفرحه تكمل. غادي ننتصروا على فرنسا بجوج لزيرو. وغيربحوا بجوج لزيرو. بونو. قدام يكون انتصار ان شاء الله. 2-1 ان شاء الله. والنصر إن الله. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. وعندي إحساس أنه غادي إن شاء الله غادي يدي الكأس العالم. وأنا مؤكد ما غاديش يتعاود بحال هذا الأداء، وهاد الفرقة هذا ما تعاودش كاع في التاريخ. الكأس ديالنا إن شاء الله بإذن الله. الماتش ديال المغرب تنقول أن الفوز ديالنا حيد الإصابات ديالنا، رجعوا اللعبة ديالنا مزراوي وسايس، حنا رابحين. حتى لما ربحناش يعني راضيين بالأداء اللي دارنا، وصلنا حتى للدومي فينال، هذا حدث تاريخي ما غاديش يتعاود. ربحنا هو هذاك مزيان، غادي نفرحوا كاملين، وصلنا للفينال نديو كأس العالم كاع الكتاب. ما ربحناش راضيين بهذا الأداء هذا، وأنا مؤكد ما غاديش يتعاود بحال هذا الأداء، وهاد الفرقة هذه ما تعاودش كاع في التاريخ. الماتش ديال غدا ديال فرنسا كنظن بأنه غيكون ماتش يعني بحال تقول فينال ديال لاكوب دي موند. يعني فرنسا كبيرة ويداتو يعني داتو في روسيا شحال هادي دابا شي 4 سنة، والحمد لله غنتلاقاو معاهم. غادي ننتصروا على فرنسا بجوج لزيرو. بروميير ميطا بيت، دوزيام ميطا عاوتاني الثاني. كنحمد الله ونشكر على هاد النتيجة اللي دار الفريق الوطني. هاد النتيجة اللي كنت انا متوقعها بشحال هادي، قلبي كان خابرني بانني غادي نحقق واحد الحلم كبير كبير كبير. وان شاء الله غدا الماتش ديال فرنسا غادي نضربوهم بجوج زيرو، وغادي نتلاقاو مع الكرواتيا ان شاء الله وحتى هما غادي نضربوهم بجوج زيرو. والكاس ديالنا الله والوطن والملك، ويحيى الملك، والسلام عليكم. وديما ديما المغرب، السلام عليكم. والكاس ديالنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله غنلعبوا مع فرنسا وغنربحوا. لا غدا رابحين سوغي سارتان. بونو. انا فرحانه بزاف بهذا الفوز، وان شاء الله كنتمنى ان شاء الله هذه الفرحه تكمل ان شاء الله، وان شاء الله نوصل للفينال وناخذ ان شاء الله كاس العالم ان شاء الله، وتكون فرحه كبيره في المغرب كامل من طنجه حتى للقويره. الفريق الفرنسي غادي يربحوه ان شاء الله. والنصر إن الله، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. الله معنا، الله معنا، لا غالب إلا الله. الله يصل جلالة الملك الرياضي الأول اللي تعتني بهم وتعتني بالمواطنين. والله العظيم غادي يربحوا إن شاء الله بإذن الله السميع العليم، كون على يقين. إن شاء الله غيربحوا الماتش ديال غدا، وغيربحوا بجوج لزيرو. عندي إحساس ضد فرنسا، ومبابي ما غيماركيش. وغنديروا النيه ان شاء الله. ان شاء الله تنتمناو لوليدات الركراك ان شاء الله الفوز ان شاء الله، وان شاء الله فايزين ان شاء الله، والفينال ان شاء الله مع كرواتيا ان شاء الله. وكوغاز ان بو، وفرحوا ان شاء الله 45 مليون ديال المغاربه وديال العرب، وحج المليار ديال العرب والمسلمين. نتمناو ان شاء الله يفوزوا وان شاء الله فايزين. الصراحه المنتخب غادي كيتاكسيليغا، لو نيفو ديالو طلع تبارك الله، وعندي احساس انه غادي ان شاء الله غادي يدي الكاس العالم. الراي ديالي هي بان راه كاين انتصار ان شاء الله غدا، بان تجاوزنا كاع الفرق اللي كبيره، مثلا اسبانيا وسميتو اسبانيا، كاع الدول اللي عريقه في الكره، حنا تجاوزنا. ولكن غدا ان شاء الله ما يكون انتصار.